السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنبتدي معاكم أو هنفذ معاكم الباسكت اللي أنا كنت منزلاه على الجروب وعجبكم. النهاردة هننفذه بأي أنواع من أنواع الخيوط اللي تحبيها. يعني مثلا بصوا كده، ممكن نستعمل دي الخيط ده خيط كليم رفيع، ممكن نستعمل بيه اهو، ده منه الجنجا. ممكن لو احنا حابين ان احنا ندخل لونين مع بعض ممكن نعمله. ده ماركة الخيط اللي انا اهو بستعمله، اسمه برنت ميكر اهو، تمام. ممكن ان احنا نعمله بلون واحد بس، ممكن ندخل لونين مع بعض على حسب الرغبة. انا النهارده هنفذ الباسكت بتاعي بخيط الريبون. طبعا خيط الريبون موجود ومتوفر، موجود في كل مكان. انا النهارده حبيت ان انا اجربه في الباسكت عشان ما مرغيش كتير، وعشان اوريكم غرزة الباسكت بسرعة. طبعا احنا كلنا طبعا بنعرف نعمل البداية اللي هي الدايرة، وبنعمل الدايرة من النص، وبنعمل التزايد من حواليها كده. طبعا بتعمليه بالمقاس اللي انت عايزاه، بس انا طبعا حبيت ان انا اعمله صغير عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، لان انا كل الهدف من الفيديو ان انا اوريكم الغرزة بتتعمل ازاي. احنا بعد ما بنعمل الدايرة بتاعتنا اهي، بنطلع حوالي سطرين كمان. طبعا الباسكت ده لازم يتنفس بغرزة السنبلة، ما ينفعش اي غرزة تانية غير الغرزة دي. الغرزة اللي معانا النهاردة اللي هنعملها انا مسميها غرزة الريشة، لان احنا بعد ما بتخلص بتبقى شبه الريشة. وزي ما قلت كده ووضحت، لازم ان احنا بعد ما نخلص الدايرة، طبعا الدايرة بتعمليها بالحجم اللي انت عايزاه، اي نوع من اي نوع اي مقاس ممكن تعملي بيه، اي نوع خيط ممكن تنفذي بيه. مش شرط ان انت تعملي خيط معين، لا، بس لو حتى اخترتي خيط الكليم، لازم نوع الكليم اللي هو يكون بيمط، عشان الغرزة دي سميكة جدا، تمام. طيب يبقى زي ما انا قلت كده، انا بعد ما عملت الدايرة هنعمل سطرين بغرزة السنبلة. بصوا هنرتفع كده سطرين بغرزة الايه السنبلة. يلا نشوف كده. اول سطر عندي، طبعا انا بعد ما قفلت الباسكت بتاعي من هنا عملت منزلقة. بصوا هنشوف كده من تحت هنعمل ايه. انا عندي هنا اول فتحة من تحت من هنا، يعني احنا قاعدة الباسكت اهي، تمام. في عندي فتحات اهي موجودة فيه، اهي في فتحات من تحت. اول غرزة هعملها هاخد اول فتحة من هنا وهبتدي اسحب الابرة على الخيط اهي، هبتدي اسحب الابرة كده مع الخيط، هيبقى عندي غرزتين، تمام. هعمل ايه؟ ادي الغرزة، الغرزة اللي جنبها هعمل كمان واحدة من داخل السنبلة من جوه، هيبقى كده عندي ثلاث غرز على الإبرة زي ما احنا شايفين كده، ثلاث غرز على الإبرة. هعد واحد اتنين تلاتة، بصوا زي ما احنا شايفين كده هوريها لكم اهي، واحد اتنين تلاتة. انا معلماها هنا عشان اسهل عليكم الفيديو بسرعة وما ياخدش معايا وقت اهي، واحد اتنين تلاتة. وادخل في الغرزة الايه الرابعة واسحب معايا كده، انا معايا على الابرة كده، انا معايا على الابرة كام غرزة؟ اربعة زي ما احنا شايفين كده اهو، بصوا معايا اربع غرز على الابرة. هعمل ايه؟ هاخد لفة واسحب الخيط من خلال الاربع غرز دول، واسحب كده الخيط اهي واعمل سلسلة. بصوا بقى شكلها عامل ازاي اهي،
اهو. اهم حاجة لازم اخلي بالي منها وانا بعمل الباسكت ده، اول حاجة السلسلة، لازم اعمل سلسلة. لو ما عملتش السلسلة دي، هاجي في السطر التاني مش هعرف ادخل الغرزة في اي مكان، ما ينفعش. وتاني حاجة لازم اخلي منها بالي منها، ان انا بعد ما اعمل السلسلة لازم اعمل 3 غرزة سنبلة، 1 2 3 اهو، لازم اعمل سنبلة. ليه لازم اعمل السنبلة؟ عشان هي ديت الاساس اللي هيتبني عليها بعد كده، او هيرتفع عليها الباسكت بعد كده. طيب عملت الثلاثة السنبلة، ايه اللي هعمله بعد كده؟ احنا شفنا ان احنا عندنا الفتحة دي اهي، فيها اهي، وفيها لسه مكان طبعا هنا جنبها. فهعمل ايه بعد ما اعمل الثلاثة سنبلة دول؟ هقوم داخلة كده من هنا والف، شايفين بلف الابرة كده، واسحب الخيط اهو. برضو بقى عندي كام؟ بقى عندي على الابرة لفتين. هاجي برضو غرزة السنبلة اللي جنبها اهي، هاخدها اهي، هيبقى عندي 3 غرز على الابرة. هعد 1 2 3 وادخل برضو في الفتحة الرابعة واسحب الايه الغرز، واعمل وشد اهو، واعمل سلسلة، واعمل ايه كمان؟ اهم حاجة ما نساهاش، نخلي بالنا ان ساعات في بعض الغرز بتبقى متدارية من الخيط، نخلي بالنا ان احنا لازم نشتغلها اهي. ادي بعد ما عملت السلسلة هعمل 1 2 3 معايا. بعد كده بعد ما عملت الثلاث غرزة سنبلة، ادخل برضو هنا واسحب الخيط، واعمل في الفتحة اللي جنبها على طول اهي، واعمل 1 2 3 وادخل في الغرزة الايه، وادخل في الغرزة الرابعة اهي، واسحبهم كلهم من خلال. طبعا اخلي ايديا لا هي سايبة قوي ولا ازمتها قوي، يعني خليني عادي اهي، واعمل السلسلة. بصوا عملت ازاي، بقت عاملة زي كأنها 8، كأنها حرف رقم 8 اهي. خلاص هعمل السلسلة، هعمل وراها 3 اهو، هعمل اللي وراها 3 سنبلة اهو اهو. نكمل، احنا هنا عملنا السلسلة وبنعمل وراها 3 سنبلة اهو. انا حاولت ان انا يعني اشتغلت السطر شوية عشان ما طولش السطر عليكم، يبقى الفيديو طويل. عملت هنا اهو 3 السنبلة، هعمل في ايه؟ هدخل من هنا واخرج كده اهو، وهدخل في الغرزة اللي جنبها اهي، تمام. نخلي بالنا بقى ان ده هيبقى اخر حاجة في السطر، يعني دي اخر علامة في السطر او اخر ريشة في السطر. هعمل ايه؟ بصوا احنا شايفين اهي، دي اول واحدة، دي اول واحدة احنا عملناها، تمام، دي اول واحدة احنا عملناها اهي. انا عملت هنا 3 غرز، اخر او رابع غرزة هاخدها اللي هي من هنا واسحب كده. بصوا اهي، يبقى نخلي بالنا لما نيجي ننهي السطر، لما نيجي ننهي السطر هعملها تاني. لما نيجي ننهي السطر ده عندي ايه هنا؟ انا عملت 3 غرز سنبلة، هدخل اهو وهخرج كده تاني، ادي 2 لفتين، هاخد الغرزة بتاعتي اللي انا باخدها العادية اهي، هيبقى كده عندي 3. عشان اقفل السطر من هنا هاخد من اول غرزة انا عملتها اللي هي ده، انا بصي معلمة عليها اهي عشان تبقوا شايفينها كويس اهي. هنعمل ايه؟ هندخل من هنا، عشان كده خلاص هنبقى قفلنا
اول سطر وهنسحب كده وهنعمل غرزة سلسلة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ الباسكت ده مفهوش ولا هقفل بمنزلقه ولا هقفل باي حاجه، هنشتغل التلات غرز، هنشتغل التلات غرز اللي احنا بنشتغلهم بعد كده، اللي هم التلات غرز سنبله اهم اللي احنا بنشتغلهم في كل مره. بصوا ادي واحد اتنين ادي التالته. هقول لكم ليه برضو هنا واحنا بنشتغل احنا ليه بنعمل تلات غرز سنبله، هقول لكم برضو ليه. هنا انا عملت اهو التلات غرز سنبله، هعمل هنا ايه؟ بصوا هنا من الفتحه دي هدخل هنا اهي، هدخل في الفتحه اللي فوق الفتحه بالظبط اهي، هي هتبان اكتر، هي في اول واحده مش بتبان قوي بس بعد كده بتبان في الغرز الثانيه. بصوا هدخل هنا واسحب كده الخيط اهو. طيب احنا كنا بندخل المره اللي فاتت كنا بندخل او بنعمل غرزه في السنبله، لا هنا بقى هنعمل الغرزه فين؟ هنعمل الغرزه في السلسله اللي احنا قلنا لازم نعملها في كل مره اهي، واسحب الخيط اهو، هيبقى برضو عندي تلات ايه؟ تلات غرز على الابره. طيب يا ترى بقى الرابعه هعمل ايه؟ بصوا بقى احنا هنا عشان اوضح، بس احنا هنا عندنا تلات غرز سنبله، كل سطر غرزة السنبلة هتبقى في غرزة اللي هي التانية المنتصف، يعني هيبقى في سنبلة وبعدين هشتغل هنا وهتبقى وراها سنبلة تانية في كل مرة، يعني السطر ده هو اللي انا هشتغل بيه على طول الغرزة دي. اهو هنركبها تاني اهي اهو، اجي انا عندي كده تلات غرز على الابرة. الرابعة هاخدها فين؟ بصوا الفتحة اهي، الفتحة اللي فوقيها على طول اهي، انا مستعملة هنا ابرة رقم خمسة، ولازم الابرة اللي بعمل بيها تكون سنها رفيع عشان اعرف ادخل بيها في الشغل اهو. بصوا دخلت الابرة الرابعة اهي، وهسحب الخيط كله تاني، وبرضو هعمل السلسلة وهعمل ايه؟ اهم حاجة لازم اشتغل اهو التلاتة، لازم اشتغل التلاتة السنبلة بعد كده. ادي واحد اتنين، طبعا الخيوط اللي هي بتبقى تقيلة دي بتبقى محتاجة يعني صبر شوية اهي. بصوا واحد اتنين تلاتة، اهم حاجة بقى نعمل ايه؟ ان احنا نخلي بالنا ان احنا لازم كل سطر ندخل فيه تكون من الغرزة اللي في النص، وما ننساش يعني ما ننساش مثلا المرة الجاية او ما عاملة فتحة تانية اللي فوق واسيب لا طبعا لازم نخلي بالنا في كل مرة الفتحات تبقى مظبوطة. يبقى انا عملت كده اهو تلاتة غرزة السنبلة، هعمل هنا ايه؟ بس احنا عملنا هنا واحدة اهي، يبقى انا برضو هدخل من هنا، يبقى انا برضو هدخل من فين؟ هشاور لكم بالابرة اهي، من نفس الغرزة اللي انا دخلت هنا منها اهي. يبقى هعمل هنا ايه؟ اهو طلعت تلاتة غرزة، هدخل من هنا اهي من الفتحة دي اهي، واسحب الخيط اهو، انا سحبت هنا كده اهو الخيط خلاص، هدخل في السلسلة اللي المفروض انا عاملاها من السطر اللي فات اللي انا قلت مهمة جدا ولازم ان احنا نعملها اهو. بس معلش هو الخيط يعني ايه اهو جامد شوية اهو، دخلنا دخلنا اهو السلسلة، بقى عندي على الابرة تلات ايه؟ تلات غرز.
يبقى الرابعة بقى هتكون فين؟ اهي الرابعة هتكون فوق الغرزة التانية، الفتحة اللي فوقها على طول اهي. انا على ما اعتقد كده يعني اهي، بصوا شكل الغرزة عاملة زي الريشة، لما بتخلص خالص بتحس ان انتي عاملة زي الريشة اهي، او جريد النخل. بعمل السلسلة اهم حاجة اهي، هقول لكم اهي عملتها اهي، بصوا اهي. احاول اعمل السلسلة ما تبقاش الابرة ضيقة قوي عشان ما ادخلش المرة الجاية يعني تدخل المرة اللي وراها بسرعة اهي. اعمل بعد كده التلاتة اهو، التلاتة سنبلة اهو اهو، شايفين اهو. بصوا كل مرة السطر بيعلى، كل مرة لو نسيت اي سطر من دول الباسكت هيتفك كله تاني، او هيتفك على الاقل السطر اللي انتي سبتيه اهو. عملت التلاتة سنبلة، هدخل زي المرة اللي فاتت برضو اهو، هدخل فيه شايفين اهو، واعمل ايه؟ ادخل في الغرزة اهي، او مش الغرزة بقى، السلسلة اللي انا دخلت فيها اهي، واسحب. اللفة الرابعة هتبقى غرزة جديدة فوق الغرزة بتاعت او في السنبلة اللي انا عملتها. طبعا انا هكمل بقية السطر عشان ما اطولش عليكم، وهقول لكم هننهي السطر ازاي. برضو هعمل السلسلة، هكمل بقية السطر ونكمل مع بعض بقية الباسكت. انا اشتغلت شوية كده من السطر عشان اوريكم ازاي هنبقى نكمل بقية السطر. انا عملت هنا التلاتة السنبلة اهو، وهدخل هنا اهو، هخرج برضو كده تاني من هنا، واسحب الخيط معايا اهو اهو اهو، وهدخل في الغرزة السلسلة بتاعت المرة اللي فاتت. هنا بقى نهاية السطر عندي هيبقى شكله عامل ازاي؟ بصوا كده السطر من السطر اللي قبليه هتبقى فيه واحدة من هنا اهي، شايفينها اهي. المفروض ان انا لما هشتغل السطر ده هتكمل السبعة، او حرف الفي ده هيكمل اهو. يبقى انا عملت هنا التلاتة سنبلة، سحبت الغرزة عادي زي ما بسحبها. هنا الغرزة دي عندي من السطر اللي فات، هعمل ايه؟ هرتفع اهو كده، وهدخل من هنا واسحبها اهي، واسحب بقى الايه الغرزة عشان يكتمل معايا السطر كله، واسحب كده اهو من خلال الاربع غرز اهو، واعمل السلسلة بتاعتي كده. انا السطر عندي اكتمل اهو، شفناها اهو. يبقى انا السطر عندي يكتمل من ايه؟ لما بكمل بقيه حرف الفي من الناحيه التانية اهو، واعمل برضو ايه، اعمل السلسله واكمل اهو اهي. هعمل التلاته اهو، انا مش شايفها ليه طيب اهي. هعمل السنبله بتاعتي، هعمل التلاتة اهي، واحد، وادي التانية اهي، وادي التالتة. عايزة اقول لكم ان الغرزة دي خطيرة في الشنط، ان شاء الله هعمل لكم شنطة منها وهوريكم شكلها جميل ازاي اهي. ادي التلاتة الغرز سنبلة اللي احنا عملناها. هنعمل ايه بقى هنا اهي؟ هندخل من الفتحة اللي فوقيها على طول اللي هي رقم اتنين اهي، واسحب الخيط اهي، وهدخل هنا بعد كده في السلسلة اللي انا عاملاها اهي من السطر اللي فات
لان غرز السلسلة مهمة جدا. اهي هنا برضو هدخل فين؟ اهي في الغرزة او في السنبلة اللي فوق من هنا. خلي بالنا ان احنا هيبقى كل دخولنا في الغرز هنا في السنبلة اللي في الوسط هنا، عشان كده احنا عاملين 1 2 3. يعني ما ينفعش ندخل من رقم 1 او رقم 3، لا، في الغرزة رقم، في السنبلة رقم 2. اهي بصوا، وهسحب اهو، هسحب الخيط معايا، هيبقى عندي 4 غرز، واسحبهم كده واشد. بصوا بصوا اهي، بصوا الغرزة عاملة ازاي، شكلها جميل جدا. لما الباسكت بيخلص بيبقى شكله حلو جدا، او شنطة ان شاء الله هعمل لكم منه شنطة وهوريها لكم. بصوا كده معايا، ادي 1 برضه، اشتغل 1 2 3. طبعا انا مش هشتغل طبعا الباسكت كله عشان الفيديو ما يبقاش طويل، انا حبيت بس ان انا اوريكم الغرزة. بصوا ده كان بخيط الكليم اللي هو ده، ده كان بخيط الكليم، بس الكليم الرفيع. بصوا بعد ما اشتغلت كذا سطر، بصوا الغرزة بتبقى شكلها عاملة ازاي اهو. طبعا بعد كده انتي ممكن تقفلي الباسكت بعد كده لما بتخلصي خالص، اما بيخلص الباسكت طبعا بتقفليه بالغرزة اللي احنا بنقفل بيها ايه من فوق اهو. شايفين شكلها جميل ازاي، عاملة زي الريشة بالظبط، كأنها ريشة او جريد النخل. الغرزة دي زي ما قلت لكم حلوة جدا 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 لو عملتي بيها شنطة، او عملتي بيها بورتوفيه، او عملتي بيها الباسكت، جميع انواع الباسكت، او السلة بتاعت الملابس بتبقى جميلة برضو، بتبقى ماسكة نفسها جدا اهو. شايفين اهو، دي شكل الغرزة في النهاية. اتمنى النهاردة تكون الغرزة عجبتكم وتنفذوها، وياريت اللي ينفذها يوريني هو عملها ولا لأ. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، وان شاء الله نشوف بعض في فيديو تاني ان شاء الله. شكرا.